عنوان دورة النهاردة تعديلات القانون الدولي للسباحة البارالمبية. قبل ما ندخل بس موضوع المحاضرة، بأكد على الدارسين الجدد نظام المحاضرة هيكون الجزء الأول إلقاء المحاضرة من طرف الدكتور محمد، الجزء الثاني والأخير هيكون المناقشة والحوار. المناقشة بتتكتب الأسئلة على الشات الخاص بزوم، وأنا بلقيها على الدكتور محمد بإذن الله. شرطين أساسيين لإصدار الشهادة: الشرط الأول كتابة الاسم الثلاثي والدولة في مربع المحادثات برنامج زوم، زائد تعبئة الاستمارة الإلكترونية لتقييم الدورة اللي بينزل الرابط الخاص بها في الجزء الأخير من الدورة. بتمنى لكم جميعا التوفيق، ونعود إلى موضوعنا النهاردة بإذن الله. عنوان الدورة: تعديلات القانون الدولي للسباحة البارالمبية. يحاضرها ويشرفنا تواجد الأخ العزيز الدكتور محمد إبراهيم جعفر، الذي حصل على دكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة من جامعة حلوان المصرية، وكذلك هو مدرب ومحاضر دولي في تدريب السباحة وكرة الماء، معتمد من الأكاديمية البريطانية للتدريب والبحث العلمي، كما درب في العديد من الفرق في الأندية السورية والأندية المصرية، وحاضر في العديد من الدورات والندوات المتخصصة في التدريب الرياضي، وكذلك له العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة. نتمنى لكم التوفيق دكتور محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شكرا الحديث معك. شكرا جزيلا على هذا التقديم الرائع. بداية أتوجه بالشكر للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا على هذه المبادرة الرائدة والمفيدة للجميع طبعا، وأنا سعيد جدا بتلبية هذه الدعوة الكريمة التي أسعد من خلالها بلقاء جميع الزملاء والأصدقاء والإخوة الأشقاء في الدول العربية الذين اشتقنا لهم، وعلى لقاء قريب إن شاء الله في البطولات القادمة. سوف أقوم الآن بتشغيل الشير سكرين ليتاح للجميع المشاهدة معاً. محاضرتنا اليوم عن تعديلات القانون الدولي في السباحة البارالمبية. السباحة البارالمبية هي المتخصصة بالإعاقات الجسدية والبصرية والذهنية فقط. سوف أحاول الآن تقديم تبسيط للمعلومات للحكام باختلاف الخبرات التقريب بين الدارسين. سوف نتناول اليوم موضوعات متنوعة، أرجو أن يسعفنا الوقت اللي نناقشها جميعا إن شاء الله. نبدأ بمقدمة بسيطة، وأعتقد أنه من الواجب على كل حكم أن يكون لديه فكرة عامة عن التصنيف الوظيفي للسباحة بأقسامها تبعا لنوع السباحة ونوع الإعاقة، للحصول على فهم أفضل وقراءة أفضل للاستثناءات الفنية في السباحة البارالمبية. سأقوم الآن بتقديم فيديو قصير جدا لعمل مراجعة سريعة للمعلومات العامة عن التصنيف والتحكيم. نبدأ باعتماد السباحة البارالمبية في برنامج الألعاب البارالمبية وظهورها الأول في بارالمبيك روما 1960، وهي من أكثر الرياضات البارالمبية شعبية على الإطلاق من حيث عدد الرياضيين والدول المشاركة الذي يتزايد باستمرار. يشارك السباحين في سباقات السباحة الأربعة، هي سباحة الفراشة والظهر والصدر والحرة، إلى جانب سباقات متنوعة وسباقات تتابع. يشارك السباحين أيضا ضمن تصانيف وظيفية، الغرض منها طبعا ضمان العدل في التنافس، وهي مقسمة إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هي الإعاقات الجسدية من S1 إلى S10. S1 طبعا هي درجة الإعاقة الأكثر صعوبة، بينما S10 هي الحد الأدنى للإعاقة الجسدية. وهناك S11 إلى S13 لذوي الإعاقات البصرية، و S14 للإعاقات الذهنية. ومع اختلاف طرق السباحة وما طلبه من مهارات مختلفة، يقسم التصنيف إلى تصنيفات فرعية، حيث مسابقات S تعني سباقات سباحة الحرة والظهر والفراشة، SB يعني Swimming Breaststroke تختص فقط في سباقات سباحة الصدر، و SM Swimming Medley للسباقات المتنوعة. هذا باختصار يعني تقديم بسيط للتصانيف الوظيفية الأساسية. أعتقد شاهدنا جميعا أن التصانيف هي جسدية وبصرية وذهنية. الإعاقات السمعية يختص بها منظمة الديفلمبيك.
نبدأ الآن بالتعديلات في قانون السباحة البارالمبية. تتلخص أهم التعديلات في الأداء الفني القانوني للسباحة والاستثناءات المرفقة لذلك. نبدأ الآن بالبدء. كما نعلم جميعا كحكام ممارسين أن السباحة الحرة والصدر والفراشة والمتنوع الفردي تبدأ السباقات بقفز البداية، بينما تبدأ سباقات الظهر وتتابع المتنوع بالبداية من داخل الماء. طبعا بعد صفرة طويلة من الحكم العام يصعد السباح إلى منصة البدء ويبقى منتظرا حتى سماع أمر الاستعداد من أمر البدء. يقوم أمر البدء بعد ذلك بإعطاء أمرين للاستعداد. الأمر الأول هو خذ مكانك أو take your marks، عندها يقوم السباح بالانحناء لأخذ وضعية الاستعداد، وبعدها تأتي إشارة البدء والتي قد تكون طلقة بوق أو صافرة أو أمر بدء، وقد تكون أحيانا علم أو إشارة ضوئية اللي في سباقات الإعاقات السمعية. طبعا في بطولاتنا المحلية ندمج الإعاقات السمعية مع باقي الإعاقات، ولكن في البطولات التابعة للجنة البارالمبية الدولية تقوم بفصل الإعاقات البصرية والإعاقات الذهنية والإعاقات الجسدية في بطولاتها الخاصة. يشرف دائما الاتحاد الديفلمبيك على تنظيم بطولة الإعاقات السمعية. السباحين دائما ذوي الإعاقة البصرية يسمح لهم دائما بأخذ وضعية الاستعداد مباشرة بعد صفرة الحكم العام، ولا ينتظرون أمر البدء كونهم بحاجة طبعا لوقت أطول. وهناك العديد من الاستثناءات. نبدأ أولا بالسباحين ذوي مشاكل التوازن الذين يسمح لهم بأخذ وضعية الاستعداد بمساعدة متطوع. يقوم هذا المتطوع الذي هو أصلا مسجل لدى لجنة التحكيم، يقوم بضبط توازنهم أثناء التواجد على منصة البداية من خلال الإمساك بالسباح من الوركين أو من القدم أو حتى مسكه من القدم أثناء تواجده داخل الماء. يسمح للسباحين بالقفز من جانب الحوض أيضا، وأحيانا يسمح لهم أيضا بالجلوس على منصة البداية والقفز منها أيضا. سباحين تصانيف S1 و S2 و S3 يسمح لهم بالبداية من داخل الماء على شرط أن تبقى أحد القدمين أو أحد اليدين ملامسة لحافة الحوض حتى سماع إشارة البدء، وترك لحافة الحوض يعتبر مخالفة فنية. سباقات سباحة الظهر وتتابع المتنوع، كما قلنا تكون البداية من داخل الماء، يدخل جميع السباحون الماء بعد صفرة الحكم العام الثانية، الصفرة الأولى للتحضر للدخول الماء والدخول داخل الماء، الصفرة الثانية للتوجه نحو القبض على مقابض البداية. يعطي عندها أذن البدء أوامره الاستعداد خذ مكانك، وتأتي وراءها إشارة أذن البدء. عندما لا يكون السباح قادر على مسك حافة الحوض يسمح له أيضا كما قلنا بالاستعانة بمتطوع مرافق المعتمد من قبل لجنة التحكيم أو استخدام أي أدوات مساعدة. هنا يمكن عن طريق الصور التالية شرح طريقة المسك. وعند سماع إشارة البدء يقوم الحكم ب ترك اليدين فقط دون أي حركة لعدم إعطاء أي أفضلية أو لإيحاء حتى بأنه قد أعطى أفضلية للسباح، وإعطاء أفضلية طبعا هذا يؤدي إلى إخراج السباح بمخالفة ثانية. ويمكن أيضا إعطاء استخدام أي أدوات مساعدة يكون الغرض منها يكون الغرض من هذه الأدوات المساعدة تقديم أي طريقة مناسبة يقوم عن طريقها بأداء البدء، بالشرط أن تكون هذه الأداة قد تم اختبارها من قبل لجنة التحكيم بأنها لا تعطي أفضلية، لا تسبب أي إعاقة أو تسبب أي أذية. يعتبر السباح مخالفا طبعا كما قلنا عندما يقوم الانطلاق قبل إشارة البدء، وعندما يكون هذه المخالفة قد حصلت قبل أمر البدء يقوم الحكم العام بإيقاف السباق وإعادة جميع السباحين لأماكنهم واستبعاد السباح المخالف. أما كانت المخالفة بعد إشارة البدء يقوم الحكم العام بإكمال السباق كاملا وشطب نتيجة السباح الذي قام بالمخالفة. ننتقل الآن إلى السباحة الحرة. السباحة الحرة تعني أن على جميع السباحين يمكنهم القيام بأي شكل من أشكال الأداء، أنه حر، السباح حر بقيام بأي نوع من أنواع الأداء السباحة المعروفة أثناء المنافسة، ما عدا سباق المتنوع الفردي أو تتابع المتنوع يجب على السباح عندها القيام بشكل مختلف عن أنواع السباحات الثلاثة الظهر والصدر والفراشة.
يجب على السباح ملامسة الحوض عند نهاية كل حوض، ملامسة الحائط بأي جزء من جسمه، الرأس أو الكتفين أو الذراعين أو الرجلين أو أي طريقة يراها مناسبة. يجب على جزء من الجسم السباح أن يقطع سطح الماء طيلة مسافة السباق ما عدا 15 متر الأولى بعد البدء وبعد الدوران، حيث يمكنه أن اجتياز هذه المسافة تحت سطح الماء. في هذا المثال نقدم السباق تصنيف S10 وهو الحد الأدنى من الإعاقة. يمكن السباحة أداء أي شكل من أشكال السباحة، أي نوع يراه مناسبا، قد يكون سباحة الحرة أو الظهر أو الصدر أو حتى الفراشة. ننتقل الآن إلى سباحة الظهر. سباحة الظهر معناها أنه يجب على السباح أن يبقى على وضعية الاسترخاء على الظهر طيلة فترة السباق. ومعنى وضعية الاسترخاء على الظهر تواجد السباح على وضعية الظهر، بما معناه أن لا يتجاوز وضعية الطفو الأفقية مع السماح بميلان لا يتجاوز 90 درجة جانبيا أو أفقيا أو عموديا. أي شكل من أشكال السباحة على الظهر هو مناسب، بشرط، هو الشرط الوحيد هو عدم تجاوز زاوية الميلان الخاصة، وهي زاوية الميلان العمودية أو الأفقية بزاوية لا تتجاوز 90 درجة. سألني أحد الحكام عن هذه الوضعية إلى اليمين، الوضعية إلى اليمين. في بعض البطولات قد يكون السباح يقوم بهذا الشكل من أداء سباحة الظهر، وهذا الشكل قانونيا هو صحيح، ولكنه لا يتعدى كونه شكل غير جيد في تكنيك السباحة، وهو متعب ومرهق للسباحة. وهي الوضعية الأفضل هو التواجد على الظهر بأفقية أكثر. سوف نقدم الآن مثال بسيط، سباق 50 متر ظهر تصنيف S5. بعد صفرة الحكم الأولى يقوم السباحين بالنزول إلى داخل الماء، وصافرة الحكم الثانية بالقبض على مقابض البداية وتحضر البدء ولأخذ إشارات الاستعداد والانطلاق. هذا السباق هو تقريبا يجمع جميع أشكال البداية وجميع أشكال جميع أشكال الانطلاق. بعد إشارة البدء يسمح لجميع السباحين بالبقاء تحت سطح الماء لمسافة لا تتجاوز علامة ال 15 متر، وهي العلامة المحددة بالنقطة الحمراء على الحبل. كما نرى هنا جميعنا، يمكن السباقات هنا يقدم السباحين أشكال مختلفة من أشكال السباحة على الظهر، السباحة بالذراعين المزدوجة والذراع التبادلية، وأيضا حركات ضربات الرجلين الدولفينية على الظهر وضربات الرجلين التبادلية على الظهر أيضا. المعيار الوحيد هنا لقانونية السباحة هو التواجد على الظهر طيلة مسافة السباق. وأيضا اللمس بأي جزء من أجزاء الجسم بحيث أن لا ينقلب على البطن أو لا يحدث أي ميلان في زاوية الجسم تتجاوز زاوية 90 درجة. سباحة الصدر. سباحة الصدر معناها أن على جميع السباحين البقاء على الصدر من أول ضربة في البداية وبعد كل دوران وحتى لمس النهاية، ولا يسمح للسباح أن ينقلب على ظهره بأي مرحلة من مراحل السباق. وهنا يجب على أداء حركات الرجلين والذراعين بشكل متماثل، شكل خاص للسباحة أو أقرب ما يكون لهذا الشكل، بنفس مستوى الأفقية وعلى تزامن واحد. يجب على السباحين ذوي الإعاقة البصرية أيضا استخدام عصا النهاية أو عصا النقر، حيث أن بالاقتراب من حائط النهاية السباحين ذوي الإعاقة البصرية قد يجدون صعوبة في تحديد المسافة أو تحديد الاتجاهات، قد يكون مائل إلى اليمين قليلا أو مائل إلى اليسار قليلا، أو قد يكون ملتصقا بالحبل الجانبي الفاصل للحرارة. يستخدم عندها متطوع يقوم بلمس السباح من الرأس أو من الجسم بعصا بلاستيكية طويلة تنتهي بكرة إسفنجية.
طبعا مع مراعاة عوامل الأمان واختيار العصا المناسبة لتنبيه السباح باقتراب الحائط ويقوم بلمس متزامن. هناك استثناء بسيط لسباحي تصنيف S11 و12 ذوي الأعاقة البصرية الذين يجدون صعوبة في التعرف على الحائط أو الاتجاه بالصعوبة نحو الدوران، يسمح لهم بلمس غير متزامن. طبعا شرط اللمس والدوران هو اللمس بكلتا اليدين معا وبآن واحد، لمس اليدين معا كلتا اليدين معا وبآن واحد، اللمس غير الأفقي مع بعض يعتبر مخالفة، أو اللمس المتقاطع يعتبر مخالفة أيضا. الكاميرا تمام. اللمس الأفقي بشكل متوازن وعلى نفس مستوى الأفقية معا بجانبين واحد وعلى شكل متماثل ومتزامن تحت أو سطح الماء، تحت سطح الماء أو فوق سطح الماء، بغض النظر اللمس يجب أن يكون بنفس مستوى الأفقية ومتماثل وبآن واحد. سنقوم من خلال مثال بسيط لسباق 50 متر سباحة على الصدر لتصنيف SB5. هذا التصنيف يشمل العديد من طرق السباحة والعديد من التنوعات في شكل السباحة. حركات الذراعين يجب أن تكون متزامنة وبنفس مستوى الأفقية، حيث يتم دفع الذراعين سويا معا إلى الأمام من الصدر تحت أو فوق سطح الماء، معقال المرفقين دائما داخل الماء. أي خروج المرفقين خارج سطح الماء يعطي شكل مختلف عن سباحة الصدر القانونية ويخرج السباح بخطأ فني. يتم جلب اليدين معا إلى الأمام خلفا وتحت مستوى سطح الماء على أن لا يتجاوزا خط الورك. يمكن تجاوز خط الورك فقط بعد البداية وبعد كل دوران أثناء أداء الضربة القانونية تحت سطح الماء. في حال أحد الذراعين كما نرى هنا لديه بتر عند مستوى المرفق، في حال أحد الذراعين أقصر من الذراع الأخرى يمكن لمس النهاية والدوران بالذراع الأطول، معناه أنه يجب أن يلمس بالذراع الأطول ولكن مع مد كلتا الذراعين معا، يجب أن يقوم بمد كلتا الذراعين معا حتى ولو كانت أحد الذراعين أطول من الأخرى. في حال استخدام السباح كلا الذراعين ولكن بوجود حد في عمل أحد مفاصل الكتف، فيسمح له بلمس الحائط بذراع واحدة كون إحدى الذراعين غير قادر على الحركة نهائيا، فيسمح له بلمس ذراع واحدة. وكل هذه الاستثناءات موجودة في استمارة السباح الذي يقدمها للحكم قبل بداية السباق. سوف نتكلم عن جدول الاستثناءات بشكل موسع أكثر لاحقا. ننتقل الآن إلى حركات الرجلين. في السباحين ذوي الاضطرابات في الأطراف السفلية لا يستطيعون الدفع بالرجلين كاملا معا، يمكنهم أداء أي شكل مماثل استنادا لشكل ضربات الرجلين في سباحة الصدر القانوني، بمعنى ذلك أنه جميع الحركات المقصية والحركات الدولفينية غير مسموحة. نشاهد هنا السباح الأول يقوم بأداء حركات الرجلين بشكل مماثل قدر الإمكان لشكل حركات السباحة. أي حركات مقصية بوجود كامل المفاصل الموجودة دون بتر يؤدي إلى خروج السباح خارج السباق. كل حركات الرجلين دائما يجب أن تكون متزامنة وبنفس الوقت بمستوى الأفقية، يعني أي حركات تبادلية صعودا أو نزولا تؤدي إلى شكل مختلف عن الشكل القانوني للسباحة. يمكن خروج القدم خارج سطح الماء بشرط أن لا تكون مقصودة ولا تكون بشكل متعمد يماثل حركات سباحة تبادلية أو دولفينية. وفي حال كون أحد الذراعين فاقد الأداء الوظيفي كاملة يمكنه أداء الحركة بجزء المتبقي من الذراع. ننتقل الآن إلى سباحة الفراشة. سباحة الفراشة كما هو الحال في سباحة الصدر يجب على جسم السباح أن يبقى على الصدر دائما طيلة مسافة السباق، والمعيار الوحيد لحركة السباحة في الذراعين القانونية هو أن يكون الكتفان أن يظل بنفس مستوى الأفقية وبنفس خط سطح الماء. هذه الأشكال مختلفة لشكل حركات الذراعين.
يجب حركة الجزء المتبقي، والمعيار الوحيد هو مراقبة خطي الكتفين من الأمام أو من الجانب. هذا الشكل القانوني الذي تم شرحه في القانون الدولي، هذا هو الشكل القانوني. نلاحظ هنا الكتفين بنفس مستوى الأفقية. الشكل الثاني والثالث هناك عدم أفقية بمستوى الكتفين، أحد الكتفين سقوطه داخل سطح الماء أو نزوله داخل سطح الماء بشكل كامل، وهذا يؤدي إلى تغير الحركة باتجاه الحركة التبادلية. سوف أقوم من خلال هذا المثال البسيط لسباق 50 متر فراشة تصنيف S8. نبدأ بحركات الرجلين. يسمح للسباح الذي لديه اضطرابات وظيفية في حركات الرجلين بأداء عدة ضربات رجلين مقابل ضربة ذراع واحدة، حيث يمكن في السباحة الأولمبية يقوم أداء ضربتين رجلين لكل ضربة ذراع واحدة، بينما السباحة البارالمبية يمكن أداء عدة ضربات لكل ضربة واحدة من الذراعين. بعد قفزة البداية وبعد كل دوران يمكنه أداء عدة ضربات تحت الماء، بحيث أن لا يتجاوز المسافة القانونية اللي هي مسافة ال 15 متر الأولى بعد البدء وبعد كل دوران. في حال وجود نقص في أحد الذراعين أو جزء منها أو أنها غير فعالة وظيفيا، تبدأ الحركة كاملة بالذراع السليمة أو الأجزاء المتبقية منها. كما يجب تأدية جميع حركات الرجلين والقدمين بشكل متزامن وبمستوى أفقية واحدة، ويمكن القدمين أن تكون في مستوى واحد بشرط أن لا تكون حركتها متلاحقة، يعني أي حركات إضافية ممكن عدم القدرة على السيطرة على حركة الرجلين يمكن أن تكون بقدر الإمكان متزامنة، وأي حركات غير متزامنة يمكن السماح بها بشرط أن لا تكون حركة تبادلية. حركة تبادلية بحاجة إلى قدرات توافقية عالية طبعا. في حال كون الرجلين فقدتا الأداء الوظيفي كليا، يمكن جرهما خلف الجسم دائما. كما يجب لمس جدار الحوض في نهاية السباق وبعد كل دوران بشكل متزامن بكلتا اليدين معا وبآن واحد، تحت أو فوق سطح الماء، سواء تحت أو فوق سطح الماء الموضوع سيان. ولكن يجب مد الذراعين كما قلنا في سباحة الصدر، مد اليدين بشكل متزامن معا وبآن واحد وبنفس مستوى الأفقية. اختلاف مستوى الأفقية معناه أن اللمس بهذا الشكل هو شكل مخالف قانونيا، اللمس بنفس مستوى الأفقية بجانب بعض. يسمح للسباح أيضا الذي لا يملك أي عمل وظيفي في الأطراف العلوية أو أن أطرافه أقصر من طول الرأس، يسمح له بلمس أي جزء من أجزاء الجسم أو بالرأس حتى. ويسمح أيضا للسباح الذي يؤدي الحركة بذراع واحدة فقط فعالة وظيفيا لمس الجدار النهاية وبعد كل دوران بيد واحدة أيضا. في حال استخدام السباح لكلا الذراعين ولكن وجود هناك حد في عمل أحد مفاصل الكتف، يعني لديه محدودية في الحركة في أحد مفاصل الكتف أو المرفق، يسمح له للسباح بلمس جدار الحوض بذراعه الأطول بشرط أن يقوم بمحاولة مد الذراعين كلاهما معا وبأن واحد. السباحين ذوي الإعاقة البصرية تصنيف S11 و S12 عندما يكونون قريبا من أو ملاصقا لحبل فاصل الحرارة، كما نقول أن السباحين ذوي الإعاقة البصرية يكون لديهم محدودية في القدرة على تحديد الاتجاه وتحديد المسافات، فيمكن أن يكون قد اقترب من حبل الفاصل الحرارة، فعندها يسمح له بأداء حركة غير متزامنة، حركة ضربة أو ضربتين أو يكون السبب هو محاولة الابتعاد عن الحبل وليس الاستفادة من الحبل طبعا. كما يسمح له أيضا عندما يكون قريبا من الحبل أيضا أن اللمس بكلتا اليدين، يسمح له بعدم وجود تزامن بين الذراعين كونه أحد الذراعين ترتطم بالحبل والأخرى تحاول اللمس معه، في هذه الحالة الوحيدة فقط يمكن اللمس بشكل غير متزامن. ننتقل الآن إلى سباقات المتنوع الفردي. سباقات المتنوع الفردي يجب على السباح أداء السباحات الأربعة في سباقات مسافات 200 متر متنوع فردي و 100 متر متنوع فردي في حمامات سباحة القصيرة 25 متر. يجب عليه القيام بالسباحات الأربعة بشكل مقسم ومتساوي، ربع
المسافة لكل نوع من أنواع السباحة بالترتيب التالي: فراشة، ظهر، صدر، حرة. وفي سباقات 150 متر متنوع فردي لبعض التصانيف، يجب على السباحة القيام بثلاث أنواع من السباحة بالترتيب التالي: ظهر، صدر، حرة، والقيام بثلث المسافة لكل جزء من أجزاء السباق بهذه أنواع السباحة بالترتيب التالي: ظهر، صدر، حرة. يجب أن يقوم السباح باجتياز المسافة الإجمالية كاملة وتقسيم مسافات أنواع السباحة على مسافة سباق كلية. في سباق التتابع المتنوع، يجب على السباحين الأربعة تغطية أنواع المسافات المقسمة بالتساوي ضمن السباحات الأربعة بالترتيب: ظهر، فراشة، صدر، حرة. ويجب على السباح، على كل سباح من السباحين الأربعة، باجتياز ربع المسافة الإجمالية للسباق بهذا النوع. سباق المتنوع الفردي وتتابع المتنوع. سباق المتنوع الفردي وتتابع المتنوع في المرحلة المخصصة بسباقات الصدر والفراشة، عندما يكون السباح لديه بتر فوق المرفق وجزء متبقي من الذراع الأخرى، نلاحظ كما هنا في الشكل الموجود، يجب عليه مد الجزء المتبقي من الذراع لمحاولة اللمس بكلتا اليدين معا وبآن واحد، وأن أي عدم مد لشكل الذراع هنا في الأسفل هنا يؤدي إلى مخالفة قانونية، أنه يحاول اللمس بذراع واحدة ومخالف القانون. وهنا يتوجب على قضاة الدوران وقضاة النهاية الاقتراب من حافة الحوض والنظر والتأكد من طريقة اللمس الصحيحة. سباق المتنوع، سباقات التتابع. سباقات التتابع هي من السباقات الأكثر تشويقا في بطولات السباحة، والتي ينتظرها جميع المتواجدين من جمهور وسباحين وحتى الحكام أيضا. في كل سباق تتابع يشارك السباحين ضمن فريق تتابع وفق تصانيفهم المعتمدة والمسجلة في استمارة التصنيف. فمثلا سباقات العلاقات البصرية، في سباقات تتابع لذوي الإعاقات البصرية يجب أن يقوم أفراد التتابع فريق تتابع بجمع نقط لا تتجاوز 49 نقطة. يجب أن يضم الفريق سباحا واحدا على الأقل بتصنيف S أو SB 11 وباقي السباحين من باقي التصانيف الثلاثة S 11 أو S 12 أو S 13. في سباق التتابع لذوي الإعاقة البصرية يسمح بتواجد مرافق واحد تابع الذي يحمل العصا الطويلة وتنتهي بالكرة المطاطية أو الإسفنجية لتحديد مسافة الاقتراب من حائط الدوران وحائط النهاية، ويسمح بتواجد مرافق إضافي أيضا لتحديد موعد الانطلاق للسباح التالي، أي بعد اللمس وتبديل التتابع يسمح بمتطوع باللمس للسباح القادم باتجاه الحوض وسباح آخر للمسه عن طريق اللمس على الظهر أو اللمس على الرأس لبدء الجزء التالي من مقطوعات السباق. في كل سباق نعتقد دائما يكون هناك تصفيات ونهائي. في التصفيات أو النهائي يسمح بتبديل السباحين القائمين بفريق تتابع. بين التصفيات والنهائي يمكن أن يكون أحدهم قد تعرض لإرهاق، أو يسمح لهم بالتبديل دائما بين التتابعات النهائي، بشرط يتم منح ميداليات لجميع السباحين الذين شاركوا في التتابعات تصفيات أو نهائي على أن لا يزيد عددهم عن ثمان سباحين كعدد أقصى. يعني دائما كل فريق تتابع يكون فيه سباحين أساسيين وسباحين احتياط. الأساسيين مع الاحتياط يمكن أن يأخذوا الميداليات عند ترتيبهم ضمن المراكز الثلاثة الأولى على أن لا يتجاوز عددهم كحد أقصى 8 سباحين. في بعض التصانيف كتصنيف S1 أو S أو SB 1 إلى 5 SB 1 2 3 4 5 يمكن عند السباح الأول أو الثاني أو الثالث البقاء داخل الماء في الحارة قرب الحبل وبعيدا عن حائط النهاية حتى يتم إنهاء السباق لآخر سباح الفريق، كونه لا يستطيع الخروج بسهولة من داخل الماء. أعتقد أن هذا كل شيء.
ننتقل الآن إلى الاستثناءات الفنية في سباقات السباحة، والتي يتم ترميزها بالرموز المختلفة. نبدأ بالجدول الأول، وهو جدول البدء والانطلاق. في الستارت نبدأ في الأول، الرمز أو الكود H، وهو معناه الإعاقة السمعية hearing disabilities. بما معناه، لدينا استثناء رمز H في الإعاقة السمعية، بمعنى أنه هناك استثناء للسباحين ذوي الإعاقة السمعية وإعطاء إشارة ضوئية أو إشارة خاصة. كما قلنا، هذه الاستثناء هو يتبع لبطولات ديفلمبيك أو البطولات المحلية، إشارة ضوئية أو إشارة خاصة، أو أحيانا في البطولات المحلية عندما عند عدم توفر إشارة ضوئية أو إشارة، يمكن استخدام إما منديل أو علم أبيض أو تابينج بعد إشارة البدء. الرمز الثاني هو A، بمعنى أن السباح يحتاج إلى assistant أو مساعدة للنزول داخل الماء، أو مساعدة لوضعه على منصة البدء. الترميز الثالث هو E، أن سباحة الظهر، أن السباح غير قادر على مسك منصة الانطلاق. وهنا كما رأينا في الشروحات الماضية، أنه يمكن الاستعانة بمساعد متطوع لمساعدته على مسك قبضة البداية، إما باليد أو بالذراع، وملاصقتها لحافة الحوض. الرمز الرابع وهو Y، بمعناها أنه هناك السباح بحاجة إلى استخدام أداة خاصة قد تم الموافقة عليه أيضا من لجنة التحكيم. الأداة الخاصة هي مساعدة للمسك والانطلاق. الرمز الخامس وهو T، بمعنى أن السباح يحتاج إلى أداة نقر تابر متطوع، يمسك بعصات تنتهي بكرة اسفنجية تنقر على جسم السباح لتحديد مسافة البدء، مسافة لمس النهاية، أو مسافة البدء أو تبديل السباقات. B معناها أن السباح يستخدم نظارات سوداء معتمة لذوي الإعاقة البصرية، بي بلاك. الاستثناءات الأخرى بالنسبة للسباقات، الرمز رقم 1 بمعنى أن السباح سوف يقوم بلمس، يقوم السباحة بيد واحدة، سوف يقوم السباح هنا بالسباحة بيد واحدة، وأن اليد الأخرى غير فعالة وظيفيا على الإطلاق. رقم 2، السباح في سباحة الصدر سوف يقوم باللمس بيد واحدة، أي أن الذراع الأخرى غير قادرة على اللمس نهائيا. رقم 3، بمعنى سباحة الصدر، السباح سوف يقوم بمحاولة اللمس بشكل متزامن، أي أنه سيقوم بمد الذراع كاملة للمس بها، الذراع الأطول، والذراع الأخرى سيقوم بمحاولة اللمس بشكل متزامن. رقم 4، سباحة الفراشة، السباح أيضا سيقوم باللمس بيد واحدة كون الذراع الأخرى غير فعالة وظيفيا. رقم 5، سباحة الفراشة، محاولة اللمس بشكل متزامن. عند بداية كل سباق يقوم الحكام باستلام استمارة السباح لهذا السباق وفي هذه الحارة، لكي يكون على علم ودراية بكل ما سوف يحصل في هذا السباق، ويكون مرمز بهذه الترميزات التالية. في الترميز رقم 7، بمعنى أن السباح سوف يقوم باللمس بجزء من القسم العلوي من الجسم، الرأس أو الكتفين أو أي جزء من الجسم العلوي. رقم 8، الدوران عبر الدفع بالقدم اليمنى، أي أن القدم اليسرى غير قادر على الدفع. و9، هو على العكس تماما، أن الدوران سوف يكون عبر الدفع بالقدم اليسرى. قد يحدث أحيانا أن نرى أن السباح قد استفاد بالدفع بالقدم الأخرى، وهذا يكون عن طريق لجنة التحكيم أو لجنة التصنيف المراقبة للبطولة، لأن السباح قد استفاد من الدفع بالقدم الأخرى، أو هناك دفع بسيط بالقدم الأخرى، وعندها يتم التبليغ للجنة التصنيف لإعادة التصنيف ومراجعة هذا الموضوع. الترميز رقم 12، بمعنى أنه سوف يقوم السباح بجر الساق أو إظهار النية لمحاولة القيام بضربات الرجلين كونها غير فعالة وظيفيا. الترميز رقم زائد أو بلس، أنه في السباحة يجب تأدية أي ضربات رجلين مماثلة لضربات رجلين الفراشة،
بشرط انه لا يمكن اداء اي حركات رجلين في سباحه الصدر. قد تم جمع هذه التصنيفات جميعا والترميزات ضمن السباق. السباحه الحره لا يوجد هناك استثناءات كونها حره اصلا، وهو قادر على اداء اي شكل واي شكل يناسبه طبعا طبقا لطبيعه الاعاقه التي لديه. سباحه الظهر قد يتم تطبيق الاستثناء رقم واحد وهو السباحه بيد واحده. باقي السباحه الظهر ويمكنه اداء اي شكل من اشكال السباحه، اما بكلتا اليدين معا او حركه تبادليه او ضربات رجلين على الظهر او ضربات رجلين تبادليه او ضربات رجلين دولفينيه على الظهر، بشرط هو وحيد هو البقاء على وضعيه الاستقاء على الظهر. سباحه الفراشه قد يتم تطبيق الاستثناءات رقم 4 و5 و7. سباقات الصدر إلى القسم العلوي من الجسم قد يتم تطبيق الاستثناءات رقم 2 و3 و7. القسم السفلي قد يتم تطبيق الاستثناءات رقم 8 و9 و12. أعتقد أن هذا القانون هو قانون الدولي World Para Swimming، وهو المحدد من عام 2018 حتى 2021، وأعتقد أن 2021 يحمل في طياته العديد من التعديلات الجذرية في قانون السباحة وعلى رأسها سباحة الصدر. هذا كل شيء حتى الآن. يمكن العودة للحصول على معلومات أكثر والتعمق أكثر. هذه التعديلات فقط، ولكن القانون كاملا موجود، لا ليس تعديلات، القانون كاملا موجود على موقع رسمي الاتحاد الدولي للسباحة البارالمبية World Para Swimming باللغة الإنجليزية، أو يمكنكم الحصول على نسخة من الكتاب أو الاطلاع عليه من مكتبات الاتحادات البارالمبية في الدول العربية. هذا كل شيء، شكرا جميعا لحسن الاستماع، ويمكن الانتقال الآن إلى الاستفسارات والأسئلة. شكرا جزيلا. شكرا، شكرا جزيلا دكتور محمد على هذا العرض الرائع والمحاضرة القيمة. أشكرك، أرجو أن ما أكون طولت عليكم، بس هذا تقريبا تعديلات المختصرة قدر الإمكان. أبدا أبدا أبدا، على رحب الساعة دكتور محمد. دكتور محمد، حضرتك خلال تقديمي طبعا كان في، احنا نوهنا بشكل عام انه في العديد من الإصدارات والأبحاث المنشورة من قبل حضرتك، وحتى أنا شاهد على أحدها، فياريت حضرتك بدل الكتاب المتخصص في السباحة. ألو، ألو، اعتقد دكتور محمد الصوت عند الاخ تقريبا في مشكله. تمام، هو تقريبا بيتكلم عن المطبوعات اللي حضرتك نشرتها، لو تقدر نبذ عنها على ما يرجع بالسيستم. هو الكتاب حاليا حاولنا نوصله بالاهداء الى معظم اللجان البرلمانيه الوطنيه في الدول العربيه، كون عدم وجود مطبوعات باللغه العربيه للسباحه لذوي الاعاقه هو الذي دفعنا لتقديم هذا النوع من المطبوعات والمؤلفات. والكتاب يختص بتدريب السباحة لذوي الإعاقة والتصنيفات الوظيفية الجديدة في بالإعاقة، بالإضافة إلى قانون التحكيم الجديد 2018 حتى 2021 وتعديلاته الخاصة، بالإضافة إلى طرق القياس والتقويم التي تساعد الكثير من المدربين بتحديد القدرات البدنية والقدرات الحركية الحيوية داخل الماء، وطريقة تخطيط التدريب بالاستعانة لهذه البيانات. تمام دكتور محمد. دكتور محمد، انتقل لبعض الأسئلة الأخوة الدارسين كتبنها. الأخ محمد عبد الله بيسأل الإجراءات المتابعة للتصفيات في حالة وجود 10 لاعبين. الإجراءات لمتابعة التصفيات خلال وجود عدد 10 لاعبين فقط. أيوة. في بطولاتنا المحلية يمكن دمج معظم التصانيف، كون عدد السباحين المعاقين لدينا عدد قليل جدا، يمكن دمجهم ضمن تصفيتين مثلا،
ولكن يتم حساب النتيجة يتم على التصنيف الواحد فقط. يعني لدينا مثلا 6 سباحين مثلا من 3 تصنيفات، سباح واحد من تصنيف S1 و4 سباحين من تصنيف S2 وسباح واحد من تصنيف S3. تبع القانون المحلي يمكننا اعتماد النتيجة مباشرة، ولكن هناك بعض اللجان البارالمبية الوطنية يعتمدون أنه يتم إلغاء السباق في حال عدم وجود أكثر من 3 سباحين. خلينا نقول مثلا مثال ثاني، لدينا 12 سباح من 4 صنيف، يمكننا دمجهم في سباقين تصفيتين، التصفية الأولى 6 سباحين والتصفية الثانية 6 سباحين، كل تصفية يمكن أن تندرج تحت تصنيفين، والمركز الأول والثاني والثالث لتصنيف الواحد طبعا. تمام. بوجودهم داخل الماء معا، بوجودهم داخل الماء معا في سباق واحد لا يعني أنهم أن هناك عدم وجود عدل بين التصنيفات، النتيجة تبع للتصنيف الواحد. ولكن في البطولات الدولية السباق حتى ولو كان 3 سباحين فقط يقام بتصفية منفردة طبعا، لا يمكن دمج أي سباح بتصنيف مختلف مع سباحين آخرين بتصنيف آخر. تمام. الأخ موسى قدوم بيسأل سؤال، بالنسبة للأقزام ما هو رمز التصنيف وهل يطبق قانون التحكيم بالأسوية؟ بالنسبة لأقزام هم يندرجون تحت تصنيف ضمن برنامج التصنيف الوظيفي، ويقومون بأداء السباقات ضمن السباقات العادية، ويطبق عليهم جميع التصنيفات الكاملة. الفكرة أن هناك تصنيف يطبق عليهم القانون تبعا لقانون السباحة البارالمبية، أي أن هناك بعض التصانيف مثلا ممكن يكون مثلا لديه قزامة مع إعاقة أخرى يطبق عليه الاستثناءات طبعا الطبيعية للإعاقة الأخرى، قد يكون مثلا ضمن الأقزام ويطبق عليه تصنيف السباحة البارالمبية وليس الأسوياء. عند وجوده في سباقات الأسوياء سوف يطبق عليه قانون السباحة الأولمبية طبعا، ولكن الأفضل له أن يقوم بمجارات أقرانه من ذوي نفس القدرة الوظيفية ويقوم بالتنافس على مستوى السباحة البارالمبية. تمام استاذ محمد. دكتور محمد تفضل. استاذ شريف بعتذر قطع في الاتصال، بعتذر منكم جميعا. استاذ دكتور محمد، طبعا انا مش هنرجع خطوه لورا موضوع الكتاب، بس خلاص نتخطاها حالا. في الكابتن رشا محمد تشكرك عن المحاضره الرائعه، بتقول لحضرتك هل يسمح للسباحين بالبدء من الماء حتى لو لم يكن السباق لسباحة الظهر؟ هناك استثناء للسباحين تصانيف S1 و S2 و S3 اللي هم الإعاقات الأصعب، يمكنهم البدء من داخل الماء كونهم فاقدين القدرة الوظيفية الأطراف السفلية، أو أن ليس هناك جدوى من القفز من خارج الماء، فوجودهم داخل الماء يعطيهم أفضلية أفضل، وهناك استثناء يسمح لهم بوجودهم داخل الماء عند البدء بشرط أن يكون أحد القدمين أو أحد الذراعين ملاصقاً لحائط البداية قبل سماع إشارة البدء لهذه التصانيف فقط. نعم. والكابتن رشا سؤالها ممتد، تسأل عند الإعاقات البصرية غالباً ما يلتصق السباحون بالحبل في سباقات الظهر لضعف قدرتهم على التوجه، هل يعتبر هذا فاول وكيف تميز أو تحدد الفاول؟ سؤال رائع جدا. في سباقات سباحة الظهر غالبا ما نرى السباحين يقتربون من حبل الفصل الحارات لغرضين، إما أنهم عدم ليس لديهم قدرة على التوجه أو انحراف بسبب ضعف التكنيك، أو فهناك طريقتين. اللمس في الحبل قد يعطي أفضلية للسباح إن قام بشد الحبل بهذه الطريقة، فأي شد للحبل يسبب خروج السباح خارج السباق بخطأ فني، أو مجرد الارتطام فقط أو محاولة الابتعاد عنه فالموضوع لا يخرج السباح خارج خطأ فني. وهنا يجب على الحكم التمييز هل هناك محاولة لشد الحبل أو أن هناك محاولة الابتعاد عن الحبل. كما قلنا السباحين ذوي الإعاقة البصرية بسبب عدم قدرتهم على التوجه وتحديد الاتجاهات وتحديد المسافات قد يكون أثناء محاولته السباحة الظهر قد التصق بالحبل، وهو يقوم بأداء
لو حاول الابتعاد عن الحبل قد يضيع من سرعته قليلا، فهو سيحاول اداء ضربات مختلفه او يسمح له باداء ضربه او اكثر الابتعاد عن الحبل، بشرط هنا يجب على الحكم التمييز مباشره هل السباح يحاول الامساك بالحبل وشده او محاوله الابتعاد قليلا. الفرق البسيط هو الحكام ذوي خبره فقط يعرفون التمييز بينهم. محاوله الشد من الحبل قد تؤدي لتغيير في السرعه النمطيه للسباح وانخفاض تردد حركه الذراعين بسبب المقاومه الكبيره للحبل تختلف عن مقاومه حركه الماء. فالموضوع بحاجة إلى مراقبة بالنظر من قاضي الحركات على طول مسافة السباق. معظم الحكام يقترب يبقي عينيه على السباح مجرد التصاقه بالحبل ليراقب هل هو سيقوم بالشد من الحبل أو سوف يحاول الابتعاد عنه فقط. فالموضوع بحاجة إلى مراقبة شديدة جدا من أول السباق لآخره. نعم. الكابتن هشام مدبولي بيسأل أثناء المسابقة وفي قسم الاستثناءات الفنية الترميز رقم 3 لسباحة الصدر بالنسبة لللمس المتزامن، إذا لم يستطع اللاعب اللمس باليد الأخرى ما حكم القانون في هذه الحالة؟ اللمس باليد الأخرى؟ أي نعم. عيد السؤال مرة ثانية يا دكتور. في التصنيف الوظيفي تم ترميز هذا التصنيف تبعا لوضعه وقدرته الوظيفية، أي أن اللمس بأحد الذراعين وهو فاقد القدرة الوظيفية للذراع الأخرى معناه أنه ليس لديه قدرة وظيفية على الإطلاق باللمس بالذراع الأخرى. فإن قام باللمس بالذراع الأخرى معناه أنه قد قام بالغش في التصنيف الوظيفي، وهذا مستبعد يعني. أعتقد أن المصنفين أقوى بكثير من حصول هذا الأمر. اللمس بذراع أخرى معناه أنه التصنيف غير مناسب له، وسوف يقوم المصنفون بعد التصنيف له مرة أخرى ويعتبر غش طبعا. نعم. الكابتن محمود الصادق بيسأل إذا قام السباح بعكس الرجل الدافعة وهو مصنف ما هي العقوبة في هذه الحالة؟ عكس الرجل الدافعة في التصنيف الوظيفي أصلا تم وضع هذه الاستمارة تبع القدرات الوظيفية أن الرجل اليمين هي التي سوف يقوم بالدفع بها بالدوران، وإن قام بالدفع بالرجل الأخرى فإما التصنيف خاطئ أو يعني هناك بعض المشكلة في التصنيف أو أن السباح كان يغش أصلا في التصنيف، وهذا يعني بعيد جدا عن الاحتمال. نعم. طبعا الكثير من الإخوة الدارسين بتقدم لك بجزيل الشكر على هذه المحاضرة الرائعة، وبيتمنوا تكرارها وبإذن الله حتكون إن شاء الله في المستقبل دورات متقدمة أكثر وأكثر.